الرحلة رقم 21 في برنامج الحلو الترحال، محطة طلال الراشد الثالثة في دولة تمتلك الطابع الإسباني في المباني، وهذا من تبعات الاستعمار، وشعبها يحب الحياة. القهوة قصب السكر فيها استثنائية، ورغم مخاوف البعض منها يعتبرها دولة آمنة. مع طلال نتعرف على بنما. بنما وناسة، ما راح استخدم كل اللغة العربية، يعني من أونس الوجهات اللي رحت لها. مرة ثانية أنا أختار الوجهات اللي أفضلها وأرشحها حق الناس تكون مثل تايوان، صغيرة بس تشمل وايد أنشطة وتختصر على المسافر الإقليم كله أو القارة كلها. يعني بنما كذي صغيرة، بس الجانب الشرقي يطل على البحر الكاريبي والجانب الغربي يطل على المحيط الأطلسي، تجربتين مختلفين تماما، وهي بس ساعتين بينهم بالسيارة. وفي طبعا قناة بنما المشهورة اللي مخلية بنما مدينة، قصدي دولة مشهورة وآمنة، لأن هي قناة وايد مهمة، فدائما القوات العالمية خصوصا الأمريكية تحميها، فهي يعتبر مكان آمن جدا بالنسبة حق الدول الثانية في وسط أمريكا وجنوب أمريكا. بنما مشهورة بأن فيها مدينة قديمة اسمها كاسكو فيخو، اسم يعني مدينة تاريخية وجميلة جدا، يعني وكولونيال، يعني طراز استعماري كولونيال، لأنهم الأسبان هم كانوا مستعمرينها، فالبيوت فيها طابع أوروبي أسباني، وبنفس الوقت المدينة الحديثة اللي فيها أبراج كأنها ميامي كأنها دبي، بس الأبراج شوي قديمة لأن جت فترة بنما كانت متجهة هالتوجه بنيان المعماري والأبراج، بس وقفت تعثرت يعني، فالمباني شوي قديمة، فهم في طابع جميل فيها يعني. مشهورة بعد في الشمال البلد في واحدة من أغلى أنواع القهوة اسمها جيشا كوفي، التجربة روعة طبعا عشان الواحد يروح وطعمها وايد لذيذ، بس الطريق جميل يعني. ومن تجارب اللي وايد حبيتها بنما جزيرة كبيرة اسمها بيرل آيلاند في المحيط الهادي، الواحد يروح لها في طيارة خاصة يعني صغيرة، وسوينا هالشيء، نمنا يومين. الجزيرة هذه يعني قاعد تتطور بشكل مستمر، راح يفتحون فيها فنادق عالمية. أنا بالنسبة لي صار لي أول مرة بحياتي حادث طيارة، بس ما توقعت لأن الطيارة وايد صغيرة. كان معي صحفي أمريكي وهو بعد كان مدعو مثل ما أنا كنت مدعو على هالجزيرة. بالرجعة لما حطونا بالطيارة كان في كابتن، وكان في كابتن بس بنت، فالكابتن شوي معضل، والصحفي الأمريكي كان وايد متين وايد طويل، فحطوه يم الكابتن وأنا حطوني وراء الكابتن البنت. يعني أنا بيني وبنفسي قلت المفروض هو يحطونه هني أنا يحطوني هنا عشان يصير توازن، بس قاعد أضحك يعني بيني وبنفسي، لأن بالطيارات حتى الطيارات الكبيرة دائما يوزعون الركاب بحيث أن الطيارة تكون متوازنة، ما يحطون كل الركاب على اليمين وكلهم على اليسار، فقلت هنا المفروض يخلون هالطريقة بحيث أن يصير في توازن يعني. لما طارت الطيارة ونزلت مطار بنما، أول ما نزلت انكسر التاير وحكت الطيارة بالمدرج، بس الحمد لله أنه ما انفجرت الطيارة ولا مثلا كملت دشت بشيء، فهذا شيء ما راح انساه بنما. طبعا الاكل في جنوب امريكا وايد احبه، لان انا احب شيء اسمه السيفيتشي اللي هو السمك الني، بس هو مو ني، هو فريش من المحيط. يعني عاده السمك لما يجي من المحيطات يكون بارد ويكون طازج، احسن من السمك لما يجي من البحر، واحسن من السمك لما يكون من الخليج. يعني كل ما كان الماي بارد اكثر كل ما كان السمك طازج اكثر، ويظل طازج فتره اطول لما ينقص. فالسيفيتشي عباره عن سمك ني مقطع، بس يحطون عليه ليمون، والحمض مال الليمون يطبخ السمك مع الوقت، دقائق ياخذ الموضوع، وكزبر ونوع من انواع الفلفل والذره. وايد احب هالاكله، وهي مشهوره ببيرو، بس اكيد كولومبيا فيها نوع سيفيتشي، المكسيك عندهم سيفيتشي، بنما عندهم سيفيتشي، وفي شيء بعد ثاني اسمه كالدو، عندهم نوع من انواع الشوربه هم موجود بكل دول جنوب امريكا. كالدو معناته حار، فالشوربه هذه عبارة عن يا لحم أو دياي
ينضبخ فترة طويلة ويحطون معه خضرة وأنواع من الورقيات شوية بهارات خفيفة عادة، وهو وايد مفيدة هذه الشربة. كل ما أسافر جنوب أمريكا لازم أشربها أول يوم لأن تساعد جهاز المناعة، لأن عادة هذا الشيء اللي مو حلو في جنوب أمريكا بس يسوى الطيران وايد بعيد بالنسبة لنا. دائما أنا أخذ طيران مثلا من إسطنبول 13 ساعة أو من مدريد أقرب بس هم مو أقل من 10 ساعات، لأن جنوب أمريكا وايد بعيدة وأمريكا بعد، بس جنوب أمريكا أبعد بعد. فأحب هالأكلة. طبعا معروفة هالدول في الموسيقى، عندهم مهرجانات وايد مشهورة، اللبس غريب، الناس وايد سعيدة، تحس بالأمان حتى في الأحياء اللي شوي فيها فقر الناس طيبين. فاستمتعت بنما، المباني اللي فيها غريبة مختلفة، فيها جانب بعد حضاري ومعماري، يعني مثلا في ممشى طويل كل أهل بنما يركضون أو يسوقون قاري أو يستخدمون الرول فيه، وفي سيارات مثل غولف كارت يستخدمونها ويروحون بعيد فيشوفون المدينة من بعيد، السكاي لاين مال المدينة اللي هو الخط الأفق مال المدينة وايد حلو. من الدول اللي أروح لها مرة كل سنة ودي أصلا. ومن هناك الحلو إنه من بنما أو من أي دولة بجنوب أمريكا تقدر تروح دول ثانية. إذا الواحد بيسافر قارة مثل جنوب شرق آسيا أو بنما، أفضل إنه يروح دولتين على الأقل عشان ما يكون راح بس عشان يشوف دولة واحدة، لأن هالفرصة ما يعني مو سهل إن الواحد يحصلها دائما، مو دائما يكون عنده وقت، مو مثل لما تروح أوروبا أو لما تروح أفريقيا خصوصا شمال أفريقيا. بنما أنصح فيها، وجنوب أمريكا بشكل عام أنصح فيها، لأنهم شعوب يحبون الحياة ويحبون السعادة، يختلفون شوي عنا، ما بقول عكسنا بس يختلفون عنا. أعتقد نقدر نتعلم منهم وايد، خصوصا إحنا قاعد نمر بفترة فيها ضغط وتوتر وتغييرات. فأنا عن نفسي أبي أروح جنوب أمريكا بسرعة مرة ثانية، يعني أبي أزور بنما والدول ثانية هناك قبل لا يصير عمري خلينا نقول 50. بالنسبة لبنما تعتبر قريبة من خط الاستواء، فهي جوها معتدل طول السنة بس حار، يعني ممكن يحوشها تيار بارد ممكن يحوشها تيار حار، لكن هي ما فيها شتاء لأن هي فيها غابات مطرية فيها غابات استوائية. بشكل عام هي بلد حار بس في أي يعني أشهر ممكن الجو يكون فيه، بس ماكو يعني الجو طول السنة متشابه تروبيكال. تي أيام غيوم مثل ما قلت لأن هي غابة مطرية ففيها أمطار وايد، بس هي تعتبر بلد استوائي فما في شتاء، يعني ما تحتاج جاكيتات. تايوان نفس الشيء على فكرة، بس ممكن شهر 10-11 يبدي شوي برد لأنها قريبة من اليابان، هي مرتفعة عن خط الاستواء أكثر ممكن يكون فيها برد. بس بنما لا. شيء حلو ثاني بنما لازم أذكره قصب السكر، عندهم ألذ قصب سكر أكلته في حياتي، وهم تجربة غير القهوة وغير المحيط الهادي والجزيرة اللي فيها والكاريبي اللي هو مختلف وألوانه مختلفة. البحر الكاريبي في الغابات وبوسط المدينة، هذه الغابات مو بعيدة وتشوف الحيوانات، يعني يكون معك منظار ويكون معك دليل بيرد سايتينج اللي انت تشوف الطيور حق اللي يحبون الطيور الغريبة وحيوانات ثانية. يعني أنا شفت كثير حيوانات، بلد أنا أروح له مرة ثانية ودي أروح له كل سنة، خصوصا أني تعرفت على ناس هناك وحاب أزورهم مرة ثانية يعني.